بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا دكاترة؟ ان شاء الله النهاردة هنشرح مع بعض المحاضرة الثالثة في جزء الليبيد ميتابوليزم. هندرس فيها الكيتون بوديز، وهندرس ازاي بتتكسر وبتتصنع داخل الجسم. اول حاجة، يعني ايه كيتون بوديز؟ قال لك دي مركبات تحتوي على كيتونيك جروب، او اللي هي الكيتو جروب اللي هي السي دبل بوند او. طيب المركبات دي بتتصنع، شوف شوف الحتة اللي هقولها ديا عشان الحتة دي هتيجي لك في الامتحان. بتتصنع داخل الكبد، بتتصنع داخل الكبد الليفر، وبيتم الاستفادة منها أو تكسيرها بره الكبد. بره الإيه؟ بره الكبد، وهنقولها تاني. طيب إيه الأمثلة المشهورة على الكيتون بوديز؟ أول حاجة الأسيتون، حلو، اللي هو سي اتش 3 سي دبل بوند أو سي اتش 3. بعد كده الأسيتو أسيتيت، خلي بالك ممكن يقول لك ده الأكتيف أسيتيت، تقول له غلط. الأكتيف أسيتيت هو الأسيتايل كو إيه، ماشي؟ الاسيتو اسيتيت بيكون مجموعه سي اتش 3 سي دبل بوند او، سي اتش 2 سي دبل بوند او، سي او او ماينس، ماشي؟ يعني من الاخر بيبقى مجموعه اسيتايل ماسك في الاول اسيتايل، يعني اثنين اسيتايل ماسكين في بعض، تمام. تاني حاجه او تالت حاجه البيتا هيدروكسي بيوتيريك اسيد او البيوتيريت. بيقول لك ان الكيتون بوديز لازم الريفرنس بتاعه يكون قليل قوي داخل الجسم، بيكون اقل من 1 مللي جرام بير ديسي لتر. حلو، قال لك نيجاتيف ريزلتس ار نورمال، يعني لو انت عملت تحليل في الدم ولقيت ان مفيش كيتون بوديز، دي حاجه حلوه جدا على فكره، يعني مش حاجه وحشه، لا حاجه حلوه جدا، تمام. طيب تعالوا بقى نشوف اوفر اول كده عن الميتابوليزم بتاع الكيتون بوديز داخل الجسم. اول حاجه بنبدا في الخليه الدهنيه، بيكون فيها التراي اسايل جليسرول، ده بيكون فيه جليسرول وفاتي اسيد. الجليسرول والفاتي اسيد دول الدكاتره بيحصل لهم ديفيوجن للبلاد ويمشوا، بيحصل لهم ديفيوجن للبلاد يا دكاتره، ويروحوا الليفر سيل، يعني بيروحوا من البلاد للليفر سيل. في الليفر سيل بقى الجليسرول بيحصل له عمليه الجلوكونيوجينيسيس اللي هو تصنيع الجلوكوز ويديني جلوكوز. حلو، الجلوكوز يروح للبلاد. طيب الفاتي اسيدز تدخل الميتوكوندريا، تمام، وبعدين تتحول الى، يحصل لها اوكسيديشن الى اسيتايل كو اي، والاسيتايل كو اي ده بقى هو اللي انا بصنع منه الكيتون بودس، تمام. يبقى انا دلوقتي الاسيتال كو اي ده تاني حاجه بستخدمها في جزء الليبيد. انا استخدمتها الاول مره في تصنيع الفاتي اسيد، تاني مره استخدمتها في تصنيع الايه، الكيتون بودز. الجلوكوز والكيتون بودز، الجلوكوز طبعا يروح البلد يظبط الايه، البلد جلوكوز، اما الكيتون بودز بقى تمشي داخل البلد. شفت انا صنعت الكيتون بودز فين؟ في الليفر. الليفر ما بتقدرش تستفيد من الكيتون بودز، تروح للبلد، وهناك بقى في الاكسترا هيباتيك تيشو، الاكسترا هيباتيك تيشو زي الهارت والماسل سيل والرينال كورتكس والبرين سيل ديورنج ستارفيشن. في الميتوكوندريا الكيتون بوديز دي بيحصل لها كيتو لايسيس، بيحصل لها ايه؟ كيتو لايسيس، يعني تكسير، وتديني تاني اسيتال كو اي اللي هو البادئ بتاعي ده اللي بيدخل الكريبس سايكل ويديني كربون دايوكسيد وميه وانرجي، تمام. يبقى الكيتوجينيسيس اللي هي عمليه تصنيع الكيتون بوديز بتتم فين؟ في الليفر سيل. اما عمليه الكيتو لايسيس عمرها ما بتتم، عشان السؤال ده جه في الامتحان قبل كده، عمرها ما بتتم في الليفر سيل، لكنها بتتم في الاكسترا هيباتيك تيشو. طيب بيقول لك ان الكيتوجينيسيس اللي هي عمليه تصنيع الكيتون بوديز والكيتو لايسيس، الاثنين دول اولموست ذا سيم ستيب ان ذا ريفرس اوردر، يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان هم تقريبا نفس الخطوات في ايه؟ في اوردر مختلف، يعني في اتجاه مختلف شويه، وزي ما هنشوف يعني ان شاء الله. طبعا الرسمه دي يعني ايه، دي اوفر اول عن الباسوي كده، فاحنا هنقسم الاثنين كده في النص كده بالظبط. حلو، وهنبدا بقى بالكيتوجينيسيس. اول حاجه الكيتوجينيسيس هي عمليه تصنيع الكيتون بوديز منين؟ من الاسيتايل كو اي. يبقى البركرزر بتاعي هو الاسيتايل كو انزيم اي. طيب السايت بتاعها مهم جدا 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 جدا، هو الليفر. فين في الليفر يا دكتور؟ في الميتوكوندريا. زي مين؟ زي البيتا اوكسيديشن، مش زي الفاتي اسيد سينثيسيس. البركرزر هو الاسيتايل كو اي. طب الاسيتايل كو اي ده جاي منين؟ بيقول لك موستلي، يعني الكميه العظمى منه او الكميه الكبيره منه بتيجي من البيتا اوكسيديشن اوف فاتي اسيد، يعني الفاتي اسيد بتتكسر وتديني اسيتايل كو اي، جزء من الاسيتايل كو اي يخش الميتوكوندريا او يكمل في الميتوكوندريا ويديني طاقه، وجزء تاني يروح الايه، الكيتون بودز، تكوين الكيتون بودز. طيب ايه الخطوات؟ الخطوات بتاعتي بيكون اهو، بص ادي الفاتي اسيد اوكسيديشن تديني اسيتايل كو اي، الامينو اسيد كاتابوليزم، والجلايكوليسيس، كل ده بيديني الاسيتايل كو انزيم ايه. اول حاجه
بجيب جزيئين من الاسيتايل كو انزيم ايه واعمل لهم عمليه كوندنسيشن، يعني اربطهم الاثنين ببعض. طب لما اربطهم، بص الاسيتايل كو ايه اللي هو سي اتش 3 سي دبل بوند او اس سي او اي، وسي اتش 3 سي دبل بوند او اس سي او اي، يبقى انا هنا المفروض هخرج كربون ايه سي او سي او اي وكربون دايكسيد، يديني الاسيتو اسيتايل كو اي. يبقى اول خطوه هكون الاسيتو اسيتايل كو اي. طيب بعد كده بقى هقوم جايب جزء كمان من الاسيتايل كو اي وربطه في الاسيتو اسيتايل كو اي، يديني بقى ايه مركب مهم قوي 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 اسمه بيتا او ثلاثة مش بيتا بقى، ثلاثة هيدروكسي ثلاثة ميثايل جلوتارايل كو اي، اختصاره اتش ام جي كو اي. الاسم ده ما يطلعش من دماغك، لان احنا كده كده هناخد الثلاث خطوات دول او الخطوتين دول في تصنيع الكوليسترول، في تصنيع الايه الكوليسترول بالتفصيل. هنا الدكتوره ما اتكلمتش عن الانزيمات، ماشي، فما تشغلش دماغك بيها. طيب الثلاثة هيدروكسي ميثايل جلوتارايل كو اي هخرج منه اسيتايل كو انزيم اي اسيتايل كو اي، يعني هشيل منه الاسيتايل كو اللي انا ضفتها، يديني حاجه اسمها اسيتو اسيتيت. بص بقى ده الاسيتو اسيتيت اهو هو اول كيتون بادي بيتكون داخل الجسم، منه اقدر اجيب الاثنين كيتون باديز التانيين، يبقى ادي الاسيتو اسيتيت. بعمل له عمليه سبونتينيوس ديكربوكسيليشن. يعني ايه سبونتينيوس ديكربوكسيليشن؟ يعني انا بشيل منه كربون دايوكسيد اهو بعمليه تلقائيه نون انزيماتيك، نون انزيماتيك، والخطوه دي irreversible، والخطوه دي irreversible. يبقى عمليه تحويل الاسيتو اسيتيت لاسيتون بتبقى irreversible، اخرج كربون دايوكسيد يديني سي اتش 3 سي دبل بوند او سي اتش 3، يبقى ده الاسيتون. طيب ده بقى عايز انا احول الكربونايل جروب دي الى هيدروكسي جروب، يبقى هيديني 3 هيدروكسي بيوتيريت، والانزيم هنا المستخدم هو البيتا هيدروكسي بيوتيريت دي هيدروجينيز، وانا هنا عايز اتش طبعا هجيبها منين؟ قال لك من الناد اتش. يبقى من الاسيتو اسيتيت ازاي تحصل على الاسيتون بالسبونتينيوس كاربوكسيليشن، من الاسيتو اسيتيت ازاي تحصل على 3 هيدروكسي بيوتيريت بريفرسبل رياكشن بانزيم البيتا هيدروكسي بيوتيريت دي هيدروجينيز. يبقى انا كده كونت الكيتون بوديز داخل الليفر، ماشي. بص كله بيخرج اهو، كله ادي الاسيتو اسيتيت تخرج من الليفر، الثلاثه هيدروكسي بيوتيريت تخرج من الليفر، والاسيتون برضو من الليفر، حلو، عشان يبداوا عمليه الكيتو لايسس، ماشي. بيقول لك ان البيتا هيدروكسي بيوتيريت ده هيدروجينيز also present in heart muscle it is increased in blood in myocardial infarction. ما تهمنيش قوي. عمليه بقى الكيتو لايسس، عمليه ايه الكيتو لايسس اللي هي تكسير الكيتون بوديز الى اسيتايل كو اي وكربون دايوكسيد وميه وانرجي، دي اللي بتحصل في الكريبس سايكل، صح ولا لا؟ طيب السايت بتاعها في الميتوكوندريا، حلو، فين؟ في الاكسترا هيباتيك تيشو اونلي، هتجي لك في الامتحان السنه دي بامر الله ان شاء الله، يعني في الاكسترا هيباتيك تيشو. ات نيفر اوكيرز ان ليفر سيل، ما بتحصلش خالص في الليفر سيلز. طيب بيقول لك ان الميجور سايت اوف برودكشن اوف كيتون بوديز هو الليفر، اللي عمليه تصنيع الكيتو تصنيع الكيتون بوديز بتتم فيه. هاويفر ذا ليفر انيبل تو ميتابولايز كيتون بوديز، ليه؟ نتيجه نقص الانزيمات المسؤوله عن تكسير الكيتون بوديز، وخاصه انزيم اسمه السايوفوريز. شفت المره اللي فاتت قلت لك فيه سايو استريز، سايو استريز، السايو استريز ده كان بيكسر الاستر بوند في عمليه تصنيع الفاتي اسيد لما كان بيحول البالميتوايل كو اي الى بالميتك اسيد. لا السايفوريز هنشوف وظيفته دلوقتي. وبالتالي كيتون بوديز ديفيوز فروم ليفر ميتوكوندريا انتو بلاد اند ترانسبورتد تو اكسترا هيباتيك تيشو فور فارذر ميتابوليزم. طيب زي ايه بقى الهيكسترا هيباتيك تيشو؟ زي الهارت ماسل، سكيلتال ماسل، رينال كورتكس. قال لك ديورنج فايجورس ستارفيشن، يعني في الجوع الشديد قوي قوي قوي، ان البرين تيشو بيحصل على الطاقه بتاعته معظمها من الاكسديشن اوف كيتون بودز، تمام؟ الحته دي مهمه ديورنج ستارفيشن دي. طيب نكمل بقى ونشوف الخطوات. قال لك الاسيتون اول حاجه دون بيطير فهيخرج في هواء الايه الزفير بتاعي، يعني بيخرج في الاكسبيريشن اوف ايه اوف اير، هيبقى عندي حاجتين الاسيتو اسيتيت والثلاثه هيدروكسي بيوتيريت.
الاسيتو اسيتيت تدخل في الاكسترا هيباتيك تيشو، تروح الاكسترا هيباتيك تيشو، والثلاثه هيدروكسي بيوتيريت تروح الاكسترا هيباتيك تيشو. احنا قلنا عمليه تحويل الاسيتو اسيتيت ل3 هيدروكسي بيوتيريت عمليه عكسيه، وبالتالي بنفس الانزيم اللي هو البيتا هيدروكسي بيوتيريت دي هيدروجينيز، بس هنا بقى بدل ما كنت هستخدم ناد اتش لا انا هعمل اوتلايزيشن للناد، يتحول الثلاثه هيدروكسي بيوتيريت الى اسيتو اسيتيت، ويبدا بقى الميتابوليزم بتاع الكيتون بودرز. يبقى هنا ركز بقى معايا في نقطه، انا جبت الكيتون بوديز بتاعتي من الاسيتو اسيتيت الاساس عندي، يعني كونت اول كيتون بودي هو الاسيتو اسيتيت صح، ومنه جبت الاسيتون والثلاثه هيدروكسي بيوتيريت. نفس الكلام الثلاثه هيدروكسي بيوتيريت ده لازم يتحول الاول اسيتو اسيتيت وبعدين يحصل له كيتولايسس، تمام؟ الاسيتو اسيتيت ده اهو ماشي، بيحصل له ايه بقى؟ بياخد او بيتفاعل مع الساكسينايل كو اي اللي جاي من التراي كاربوكسيليك اسيد سايكل اللي هو الكريبس سايكل، جميل، في وجود انزيم مهم جدا 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 هو السايوفوريز انزيم. سايوفوريز انزيم، السايوفوريز انزيم ده بقى بيرجع التفاعل اللي احنا كنا بنجيب اللي هو مش انا قلت لك ان في اسيتو اسيتايل كو انزيم ايه؟ بص كده معايا معلش نرجع مع بعض، ادي الاسيتو اسيتايل كو ايه كان بيديني 3 هيدروكسي بيوتيريت يديني اسيتو اسيتيت، انا عايز بقى الاسيتو اسيتيت ده هو يرجع للاسيتو اسيتايل كو ايه، مين اللي هيرجعه؟ انزيم اسمه السايفوريز. السايفوريز ده اسمه مهم قوي قوي قوي، يديني الاسيتو اسيتايل كو اي. طيب الاسيتو اسيتايل كو اي ده يا دكاتره عباره عن ايه؟ عباره عن جزيئين من الاسيتايل كو اي بس ناقصهم كو انزيم اي. طب ما انا ممكن اضيف لهم الكو انزيم اي واكسر المركب من النص يديني 2 اسيتايل كو اي، وكاني كده رجعت بالتفاعلات بتاعتي لورا خالص. انا كنت بادئ في عمليه الكيتوجينيسيس بالاثنين اسيتيل كو اي، لا في عمليه الكيتولايسيس رجعت بالاثنين اسيتيل كو اي، تمام؟ يبقى دي كده الكيتولايسيس، يبقى البيتا هيدروكسي بيوتيريت از كونفرتد تو اسيتو اسيتيت باي بيتا هيدروكسي دي هيدروجينيز انزيم، لان التفاعل عكسي. السايفوريز انزيم هو اللي بينقل مجموعه الكو انزيم اي، انا هنا اسيتو اسيتيت عايز اعمله اسيتو اسيتيل كو اي، يعني اضيف له مجموعه الكو اي، هجيب الكو اي من الساكسونال كو اي، from succinyl CoA to acetoacetate giving rise to acetyl acetoacetyl CoA. This is the main enzyme in the A in the activation. بعد كده سايوليز انزيم، يعني هنا المفروض نحط سايوليز انزيم بيعمل سبليت، يعني بيكسر الاسيتو اسيتايل كو اي لاثنين اسيتايل كو انزيم اي اللي بيدخل دوره كريبس. طيب ودي شرح الايه التفاعلات اللي بتحصل. طيب في حاجه بقى اسمها الكيتوزيس او الكيتو اسيتوزس، قال لك هنا دي معناها زياده الكيتون بوديز في البلط وزياده الكيتون بوديز في اليورين، يعني من الاخر هي عباره عن دمج ما بين الكيتونيميا زياده الكيتون بوديز في البلط والكيتونيوريا اللي هي زياده الكيتون بوديز في اليورين. طب الكيتوزس دي بتحصل نتيجه ايه؟ قال لك بتحصل في حالات الانكون كنترولد دايابيتس ميليتس. من الاخر برضو عشان تعرف الكيتوزيس ده بتحصل عند نقص الانسولين، عند نقص الايه الانسولين في حاله البرولونج فاستنج او برولونج ستارفيشن، وفي حاله اللو كربوهيدرات دايت، وفي حاله شوف دايما بتيجي في الامتحان في صح وغلط هاي فات دايت مش لو فات دايت. طيب ايه اللي بيحصل بقى؟ قال لك لما بيقل الانسولين وبيزيد الانتي انسولين هرمون الجسم بيحفز اللايبوليسيس، الليبوليسيس اللي هي عمليه تكسير الليبيدز الى فري فاتي اسيدز وايه وجليسرول، هتزيد الفري فاتي اسيدز في الايه في البلازما او في البلط. طيب الفري فاتي اسيدز دي تقوم رايحه لفين؟ للليفر، ما عمرها ما هتفضل في البلط على طول، هتفضل هتروح الليفر. لما تبدا في الليفر بقى الليفر عايز يتخلص منها، هيتخلص منها عن طريق ان هو يحولها الى كيتون بودز، عن طريق طبعا ان هو بيتحولها للايه للبيتا، بيعمل لها بيتا اوكسيديشن والبيتا اوكسيديشن تطلع لي الاسيتيل كو ايه يزيد الهيباتيك اوت بوت اوف كيتون بوديز. طيب كيتون بوديز دي بقى يا دكاتره عباره عن مركبات اسيدك ان نيتشر، اسيدك ان نيتشر، وبالتالي لما تزيد في البلد هتعمل لي كيتو اسيدوزس، وهي دي المسؤوله عن الدايابيتك كيتو اسيدوزس المشهور قوي في حاله التايب 1 دايابيتس ميليتس، تمام؟ يبقى تاني يقل الانسولين يزيد اللايبوليسيس يزيد الفري فاتي اسيد يزيد الكيتون بوديز يحصل الكيتو اسيدوسيس، تمام؟ بيقول لك ان دايابيتيك انديفيدوال ويز سيفير كيتوسيس بيتميز بايه؟
ان البلاد كونسنتريشن بتاع الكيتون بوديز، الحته دي جت قبل كده في امتحان ماشي، جابها لك all of the following is true except ماشي may reach 90 مللي جرام بير ديسي لتر. يعني انا اصلا كنت بقول لك ان المفروض الكيتون بودز تبقى كام، يعني يعتبر اقل من واحد يعني نيجاتيف كمان، لا ده 90 مللي جرام. يورينري اكسكريشن بيوصل ل 500 مللي جرام في خلال يوم كامل، طبعا دي مصيبه. طيب ايه السيمبتومز بتاع الدايبيتيك كيتو اسيدوزيس؟ قال لك اشهر حاجه الفروتي اودر اون ذا بريس، يعني ايه؟ تحس ان في ريحه اسيتون كده اللي هي المشهوره قوي في الايه، في النفس بتاعه المريض ماشي، نتيجه انكريز البرودكشن اوف اسيتون. طيب الاليفيتد كونسنتريشن اوف كيتون بوديز ريزلت ان اسيديميا. ليه قلت لك لان اسيديميا؟ لان قلت لك ان الكيتون بوديز عباره عن مركبات اسيدك. طب ليه مركبات اسيدك يا دكتور؟ قال لك لان الكربوكسيليك جروب اوف كيتون بوديز البي كي اي بتاعتها تعتبر 4، وبالتالي طالما 4 يعني البي كي اي لما تكون قليله هتعمل ريليز بسهوله للايه؟ للاتشات. خدها قاعده، بي كي اي عاليه لا مش هتعمل ريليز للاتش، ده هتبقى هنا بيزك. بي كي اي قليله لا ده هتبقى ايه؟ تعمل ريليز للاتش لانها اسيدك ان نيتشر، وبالتالي وجود الاتش في الـ في الـ في البلد هتعمل لي لورنج للبي اتش وتقلل البي اتش عن ايه؟ عن 7.3. بيقول لك ان في حاله الدايبيتك كيتو اسيدوزيس انا الكيتون بودز بتنزل في الايه؟ في البلد، في بتبقى عاليه في البلد، تنزل في اليورين، وهي نازله في اليورين بقى انا كده كده عندي الجلوكوز عالي، مش الانسولين قليل، الجلوكوز عالي، لان في نقطه معروفه في خدناها في الفارما ان الجلوكوز اوتلايزيشن يعني الجسم بيستفيد من الجلوكوز طول ما الانسولين يكون موجود عالي. طالما الانسولين مش موجود او قليل الجسم سبحان الله ما بيقدرش يستفيد من ايه؟ من الجلوكوز، وبالتالي الجلوكوز هيزيد كمان هو في الايه؟ في البلد، فينزل في اليورين. يبقى الكيتون بادز تاخد الجلوكوز معاها، الجلوكوز ده ماده ساحبه للميه، تسحب الميه والسوائل من الجسم او من البلد تعمل لي جفاف دي هيدريشن حلو، وبالتالي انكريز هيدروجين في البلد هيعمل قلل البلد فوليوم، وبالتالي يؤدي الى السيفير اسيدوزس، لان انا كده كمان حتى كمان قللت الميه يعني الدنيا هتخرب اكتر ماشي، ودي على طول لازم تتعالج في ساعتها، لازم تتعالج على طول يعني، لانها لو ايه، لو لا قدر الله ما تعالجتش على طول البيشنت بيخش في كوما تمام. طيب الفيت اوف كيتون بوديز بقى اخر حاجه خالص، ايه مصير الكيتون بوديز داخل الجسم؟ كيتولايسس، تتكسر وده الطبيعي، لكن لو ما اتكسرتش هتتراكم في البلاد تعمل لي كيتونيميا، ممكن يحصل لها نيوتراليزيشن عن طريق البلاد بفر اللي هو البايكربونيت، او كيتونيوريا يحصل لها اكسكريشن في اليورين وفي باكسسيف اماونت، وتعملي المشاكل اللي احنا قلنا عليها اللي هي الدايبيتيك كيتو اسيدوسيس. طبعا محاضرتنا سهله خالص، وكده احنا خلصنا الكيتون بوديز، المحاضره الجايه ان شاء الله هنبدا في الكوليسترول، ويبقى كده خلصنا جزء الليبيد ميتابوليزم. شكرا يا دكاتره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.